مفاجأة، وهي مفاجأة فعلا. الإسماعيلي طلب ضم عبد الله السعيد من بيراميدز. إزاي؟ دي حقيقة، أحد مسؤولي نادي الإسماعيلي تواصل مع مسؤولي نادي بيراميدز، إحنا عايزين عبد الله السعيد. المسؤول يعني ضحك وما ردش، ما رجعلوش تاني أصلا ولا اتكلم في أي حاجة، اللي هو أنتوا في أزمة مالية وما فيش حاجة تقدروا تجيبوا عبد الله السعيد؟ هتقدروا تشتروا عبد الله السعيد أصلا؟ طب هل أنتوا كلمتوا عبد الله السعيد؟ ومسؤول يعني مهم جدا في النادي، فكان ده يعني تعجب من انا فاهم ان انت ممكن تشتري عبد الله السعيد، بس هل هتقدر تدفع راتب بتاع عبد الله السعيد؟ لا، وتشتري من بيراميدز بكام برضه؟ هو عقده بقى فيه سنه صح؟ يعني هتشتري زي ما بيراميدز، هتدفع ازاي فلوس بيراميدز وبعد كده تدفع كمان فلوس عبد الله؟ صح. ده انت يعني المشاكل كلها اللي موجوده في النادي ان اصلا ما فيش فلوس بالظبط، فانت ازاي راح تطلب عبد الله السعيد؟ فكان بالنسبه لهم نوع في مسؤوليه بيراميدز يعني نوع من السخريه، يعني ازاي انتوا بتفكروا كده؟ عشان كده بقول لك مفاجاه.